بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البطل الأولمبي سفيان البقالي بمناسبة تتويجه بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع في دورة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس. وممن جاء في برقية جلالة الملك، فيسعدنا أن نبعث لك بأحر تهانؤنا بمناسبة تتويجك بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع في دورة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس، واحتفاظك بهذا اللقب مغربياً للمرة الثانية على التوالي بعد دورة طوكيو 2020. وقال جلالة الملك: وإننا إذ نبارك لك هذا الفوز المشرف لك ولبلدك المغرب، لنشيد بغيرتك الوطنية الصادقة وعزيمتك القوية ومثابرتك المعهودة للظفر بهذه الميدالية الأولمبية المرموقة، آملين في أن يمثل إصرارك ونجاحك المتميز نموذجا ملهما للرياضيات والرياضيين الشباب المغاربة للحذو حذوك في سبيل تحقيق إنجازات تشرف الرياضة المغربية وترفع من مكانتها في القادم من مختلف الملتقيات الدولية. وأضاف جلالته: فلك منا كل التهنئة والتقدير، والله تعالى نسأل أن يوفقك للمزيد من التألق وأن يكلل دائما بالفوز مساعيك للوقوف براية الوطن خفاقة سامقة على قمة منصات التتويج.